من آلاف السنين ومن بداية إدراك الإنسان لكل حاجة حواليه، وهو بيعتقد إن الكون مهيأ وبيظل كما هو عليه، وإن أي حدث أو ظاهرة بتخالف المعتاد عبارة عن إنذار لأمر أكبر أو حدث عظيم. وده بيرجع لأن الإنسان بطبعه بيخاف من المجهول وبيميل أكتر للأشياء الغامضة. فبحدوث ظاهرة زي الكسوف مثلا ويصبح النهار ليل بشكل مفاجئ، وقتها الناس بتبدأ تشعر بالقلق وكأن هناك شيء ما. في الأيام القليلة وبالتحديد يوم 8 أبريل القادم هتشهد الأرض أهم كسوف كلي للشمس، ده حسب بعض المزاعم. واحدة من ضمن الأحداث اللي أثارت فضول الناس وانتشرت بشكل لا يصدق على منصات التواصل الاجتماعي، وكأن الأرض هتشهد نهايتها مع نهاية الحدث ده، لكن مهلا، ده فعلا مؤشر على نهاية الأرض. بيذكر البعض أن الكسوف القادم هو حدث فريد من نوعه وبيحصلش إلا كل 375 سنة. غيره قال أنه هيستمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وفي اللي قال أنه هيستمر لمدة 3 أيام، بالإضافة لانخفاض درجات الحرارة ويعم الظلام على الأرض وتختفي الشمس بالكامل. فتخيل، ده غير اللي أشار أنه متزامن مع أيام مقدسة زي ليلة القدر كده أو ما شابه ذلك، وكأن دي إشارة إلهية للناس بحدث قادم قريب. أهلا وسهلا بكم، أنا محمود ودي إحدى حلقات برنامجنا مليون سنة ضوئية، والنهاردة حلقتنا عن الكسوف الكلي القادم. بس قبل ما نبدأ حابب أنكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتدعمونا بالإعجاب والمشاركة بالفيديو، ويلا بينا نبدأ. بغض النظر عن أن الكسوف الكلي للشمس واحدة من الظواهر الفلكية النادرة اللي لها عواقب فعلا، إلا أنه لا يدعو للقلق ولا حاجة، والعواقب دي هنتكلم عنها بس اتقالوا معايا. الأول خلونا نعرف إزاي بيحصل الكسوف. مبدئيا كده الكسوف بدأ يحصل في الفترات الأولى من تكوين القمر، واللي بترجع لأكتر من 4 مليار سنة، وأصبح القمر يدور حوالين الأرض بشكل يكاد يكون منتظم لفترات طويلة، ومع نشأة القمر ودورانه حوالين الأرض أصبح هناك كسوف شمسي. وتعريف الكسوف هو احتجاب الضوء أو ضوء الشمس إما كليا أو جزئيا، وده بينتج عن مرور أو حجب جسم فلكي ضوء جسم فلكي آخر. خلونا نوضح أكتر وتكون بالتحديد الشمس. والكسوف الشمسي هي ظاهرة فلكية بتحصل لما بيمر القمر بين الشمس والأرض، بالتالي اللي بيحصل هنا هو حجب ضوء الشمس عن الأرض، وقتها الدنيا بتظلم عن الرؤية وكأن الليل جه في ميعاد غير الميعاد اللي احنا متعودين عليه. ونظرا لصغر حجم القمر واللي بيوصل قطره لحوالي 3474 كيلومتر، فاللي بيحصل هو ان القمر مش بيقدر يحجب ضوء الشمس بالكامل عن كوكب الارض، فبيكون الكسوف الشمسي ظاهر في مناطق صغيرة على الارض ومش بيظلم كوكب الارض بالكامل كما يدعي البعض، وده بيرجع لكبر حجم الشمس وكبر حجم كوكب الارض. القمر مش بيقدر يحجب ضوء الشمس بالكامل عن الارض، فبدلا من ذلك بيرمي القمر ظله على مناطق معينة على الأرض، وبيتسمى الظل ده بمسار الكسوف، وغالبا بيوصل مسار الكسوف حوالي 270 كيلومتر. وقتها بنقدر نشوف الكسوف الكلي فقط داخل مسار الكسوف، خارج مسار الكسوف يظهر الكسوف جزئي أو حلقي حسب بعدنا عن مسار الكسوف. والمدهش أكتر إن مساحة كسوف الشمس بتمثل حوالي 0.02% فقط من مساحة الأرض، وده لأن قطر الأرض بيوصل لحوالي 12742 كيلومتر مقارنة بعرض مسار الكسوف اللي بيوصل لحوالي 270 كيلومتر أو أقل. أما اللي بيخلينا نشوف ظاهرة حجب قرص القمر بالكامل هي إن المسافة بيننا وبين الشمس والقمر بعيدة جدا، فالشمس أبعد بحوالي 400 ضعف المسافة بين الأرض والقمر رغم كبر قطر الشمس اللي يعتبر أكبر بحوالي 400 مرة من قطر القمر. وبسبب بعد المسافة بالدرجة دي فده اللي بيخلينا نشوف ظاهرة حجب قرص القمر بالكامل أو ظهورهم بنفس الحجم في سمائنا. اللي بيخلي الكسوف الكلي للشمس ظاهرة نادرة هو إن توافق مسار القمر في النقطة القريبة لمداره من الأرض مش بيتكرر بشكل كبير، فالكسوف الكلي هو الكسوف اللي بيحجب قرص الشمس بالكامل لما بيكون القمر مكانه في إحدى العقد المدارية، بالتحديد في النقطة القريبة من الأرض، والكل مدار عقدتين مداريتين، فالقمر ليه عقدة قريبة من الأرض، ولما بيمر القمر من خلالها في الوقت اللي الشمس والقمر متوافقين بيحصل كسوف وبيغطي قرص الشمس، وعلى حسب مستوى مسار القمر بيتحدد نوع الكسوف إما حلقي أو جزئي أو كلي. مدار القمر يعتبر مائل بضع درجات للشمال والجنوب، فالقمر بيعمل دورة كاملة حوالين الأرض في مدة قريبة من الشهر، فلما بيمر القمر من خلال العقد المدارية كل شهر نادرا لما بيتوافق مساره ويكون في نفس المستوى مع الشمس والأرض. وهنا لما بنقول نادر فمش معناه ان الكسوف الشمسي عشان يحصل يستغرق عشرات السنين او اكتر، وفي الحقيقة عادة ما بيحصل كسوف او اتنين في السنة، مش كل 375 سنة ولا حاجة. بيقدر يتنبأ علماء الفلك بالكسوف لان الارض والقمر ليهم مدارات شبه ثابتة بتمكنهم من اجراء حسابات من خلالها بيقدروا يتنبأوا بحدوث الكسوف القادم بشكل دقيق، ده غير انهم قدروا يصمموا الخريطة دي اللي بتعرفنا امتى هيحصل الكسوف القادم،
ونستنتج من هنا ان الكسوف ما هو الا ظاهرة فلكية جميلة ولا يدعو للقلق، مجرد مرور القمر قدام الشمس لا اكثر، زي ما بنمر قدام مصدر ضوء مثلا. وقتها اللي بيحصل هنا هو كسوف للضوء. اما الاضرار والعواقب هنا تيجي نتيجة النظر للشمس وقت الكسوف مباشرة، واللي من الممكن تتسبب اضرار للعين. عشان كده وقت كسوف الشمس ما ينفعش نبص عليها بشكل مباشر الا لو كنا لابسين نظارات مناسبة تحمي العين. اما اللي بيقولك انه هيستمر لمدة 5 ساعات او 3 ايام، بالحقيقة ده شخص هبات هدفه انه يقلل البعض. فالكسوف الشمس بكل اشكاله مش بيتعدى الدقائق، والكسوف القادم مش هيعدي 5 دقايق، والكبيرة بقى انه مش هيحصل في مصر ولا دول العربية زي ما هو منتشر، وده لان وقتها هنكون في نص الكرة الارضية المظلمة، او بمعنى اخر هيكون عندنا ليل. والكسوف الكل القادم هتشهده بعض المناطق في امريكا وكندا وبعض الدول المجاورة، وهنا نقدر نتابع مواعيد الكسوف القادم من خلال الخريطة اللي قدامنا دي، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وفي النهاية لا داعي للقلق، فالكسوف الشمسي حدث عادي جدا وظاهرة من الظواهر الكونية الرائعة اللي بتعرفنا ازاي بيشتغل الكون. وهنا انا حبيت اختصر لكم الموضوع، ودي كانت بعض التفسيرات، وانا كده خلصت، وكان معكم محمود، ويلا سلام.